جاية علينا ربع سنين. لا ولكن عام باش تشوفنا. أول مرة تشوفنا ربع سنين كنعرفك. ولكن عام صافي عام. فنياً ولا شخصياً؟ فنياً فنانة كبيرة، فنانة رائعة. يعني أنا صراحة محب للسينما، ماشي صباغة صراحة، ليس شي حضرات راسها زعما. أنا الإنسان اللي كيتفرج بزاف في الأفلام، وفاتي من التمثيل ديالها كيعجبني بزاف، كإنسانة شبدا أصلاً. وفي المومون فاش لابسة القفطان، إلي مانيفيك، إلي تخي بيل، تبارك الله، شيل. واش غنقول لك، وظريفه بزاف، وبقينا اون كونتاكت صافي لونطون، وحنا باقيين اليوم. شتي الطريقه باش تلاقينا اول مره؟ بيغ هاك. يا شكون اللي ما كيبغيش هذا الولد؟ قلبوا لي على شي حد ما كيبغيش هذا الولد. الله يرحمني ربك، والله يرحمني ولدك. شحال نقول لك، غزال الصوت، فنان خدم على راسه بزاف، متواضع فريمون، سي كان دو تري امبل. و شنو كيداير؟ راه هو داك لعبت لعبت كينطق. قلت لك انا عادي حقيقه، يعني كيشرفني انايا كفنانه مغربيه يكون عندنا ولد بهذا الصوت، بهذا الجمال، بهذا الحياه، بهذا. لا واخا هكاك وحق الله يتقال، يعني اخ كبير، وتلاقينا هذه ربع سنين ومازال بيناتنا كونتاكت، وهذه عام ما تلاقيناش. على هذيك التعنيقه جايه من القلب زعما، ماشي سي سبونتاني. شوف عام من بيناتنا بيناتنا تخليك تجاوبو. تقبل بيا؟ شوف قلاش تقبل بيا ولا لا؟ قابله بيا فاتي. جاوبتي بلاصتي يا البنت، شكون باغيين غير تزوجوني؟ طلعت لكم في راسكم. واش نقول لك واحد القضيه، الزواج شي حاجه كما تيقول، ما عندناش هذه الكلمه، حنا قسمه ونصيب. يعني فاش تلقى الانسانه اللي مناسبه، اللي انت متفاهم انت وياها، وكتقول بانه هي هذه اللي بغيت نكمل معها حياتك، ما كترددش. والزواج هو شي حاجه اللي لا مهرب منه، يعني حاجه اللي هي زوينه، مهرب منه بطريقه ايجابيه. فاكيد واحد النهار غادي الانسان غادي يدخل القفص الزوجيه وغادي يدير عائله، فهذا شي حاجه اللي ضروريه. وانت غتزوجي انت؟ مازال اوكي. ويلا غير عندي دوزا ما كاينات، راه ما قال شي حاجه، راه قال معقول هو هذا. بغيتوا تسمعوا حاجه اخرى؟ ما كايناش حاجه اخرى، معقول راه قالوا لك الواحد راه ما كيتزوجش شي بحيث باش يتزوج. كيتزوج باسكو تلاقى مع الانسان اللي هيدير معاه وليدات، هيطول زعما كاينات، هيعيش معاه، يولي رفيق الدرب ديال حياته باش يكبر معاه. كنتزوجوا باش نكبروا مع الناس وتهلاو بهم. دونك هي كيف ما قال عادي، راه زعما كاينات كيبقى داكشي ديال الله.